طيب بخصوص الماشين ليرنينج، عرفنا احنا سابقا شو تعريف الاي اي، حكينا انه هو عنده انه يكون عنده يعني انه نخلي نمكن الحاسوب انه يكون عنده القدره على التعلم لحل المشاكل، هي بعمليه التعلم هذه جزء اساسي انا عندي في الموضوع، وحكينا انه القدره على التعلم هذه احد يعني الاساسيات اللي موجوده في يعني في الذكاء، انه لازم تكون موجود عنده القدره على التعلم. بس لتوضيح هذا الموضوع بس بدي اوضح لك هنا learning zones. بدي ارجع احكي لك كمان مرة بخصوص موضوع السباحة. في حدا بيعرف فيكم يسبح؟ في حدا بيعرف ايش يسبح؟ بعرفش يسبح، هذا مش ذكي، هذا كلام صحيح؟ لا. عندك القدرة انه انت تتعلم سباحة؟ عندك الاستعداد انه انت تتعلم السباحة؟ فخلينا نشوف الانتقال مرحلة التعليم، مناطق التعليم. انت في عندك الكمفورت زون. ايش الكمفورت زون؟ انه انت واحد كسلان، ما عندكش استعداد انه انت تتعلم ولا حاجة بالمرة، فبالتالي بدك تضلك في الكمفورت زون هاي. تمام؟ في عندك الفير زون، انه انت ممكن انه يكون انه انت يعني تتعلم، ولكن بتضلك انه انت تحط لنفسك اعذار وتحط انه انا والله السباحة هذه انا ممكن اخلصها في 5 دقائق، بس المشكلة انه انا المية لو دخلت المية بضلني ارتعش، بس المشكلة انه الجو اليوم مش مناسب، فبتضلك انه انت تحط اعذار 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 بحيث انه انت ما تتعلمش. تمام؟ إذا أنت دخلت في هذه المنطقة بيكون في عندك فعلا استعداد أنه أنت تتعلم، اللي هو learning zone، هو deal with challenges and problems. موضوع تعلم السباحة هذا بدك تعتبره أنه هو عبارة عن problem. كيف يعني؟ كيف بدك تحل البروبلم هذه؟ تتعلم السباحة، كيف بدك تتعلم السباحة؟ بدك تتمرن انه انت كيف تخلي جسمك طافي فوق المية، وفي نفس الوقت انه انت بدك تعمل حركات عشان انه تحرك حالك جوا المية. هذا الاشي بيجي بالتمرين وبالاخطاء، زي الطفل الصغير بالضبط. العضلات تبعته اللي في رجليه موجودة، لازم الطفل يسقط عشان نضبط الإشارة الكهروكيميائية للعضلات إنه لا شد شوية العضلة، لا اعمل رخي شوية عشان أنت تحفظ التوازن تبعه وفعلا يقدر يمشي. يبقى المشي بيجي من خلال السقوط. تعلم المشي بيجي من خلال إنه أنت وقعت عدة مرات، تمام؟ وساعتها العقل اتعلم إنه لا زود شوية، لا نقص شوية، لازم أنا أعرف الأخطاء عشان أصححها. وانت نفس الاشي في السباحة، انه انت لازم تعرف الاخطاء تبعتك عشان تضلك طافي فوق المية وتضلك انه انت تتقدم. تمام؟ فهذه challenges وبتطلب منك انه انت تعمل acquire new knowledge، انه انت تعرف ايش هي الاخطاء وكيف انه انت تعالجها. تمام؟ طبعا هذه the growth zone، انا والله بدي اتعلم السباحة مش عشان السباحة، لا انا في عندي شغلات تانية، انه انت بتحط جولز بالنسبة لإلك، انه انا لو تعلمت السباحة بصير انه انا بقدر انا امارس رياضة. تمام؟ الرياضة هذه انا ممكن في اوقات الضغط اللي بكون مش قادر اعمل فيها ولا حاجة، او انه اتقدم في شيء معين، بروح بمارس السباحة، بيتفتح ذهني، بيعمل بس تسترخي عضلة، فبالتالي انت بتحط اهداف اخرى للشيء، وبيكون في عندك دريم، انا بدي اصير بطل الجمهورية في السباحة، يعني شغلات زي هيك يعني. كيف؟ اسرع واحد في العيلة بكفي؟ تمام. فهذا هو مفهوم التعلم. الان احنا بالنسبة لنا زي ما حكيت لك انه البشر كيف بتعلموا؟ بتعلموا انه بالممارسة. تمام؟
وبيكون انت في عندك منطقه في بتخزن فيها النولج، وتقدر من خلال الخبرات السابقه مش بس في دومين واحد، في عده دومينز، انه انت توجد حلول افضل. تمام. لكن بالنسبه للماشين كيف بده يكون هذا الموضوع؟ كيف الخبرات اللي انت جمعتها بشكل تراكمي وتعلمت من خلالها، من نخلي الماشين تتعلم؟ ايش الوسيلة؟ الوسيلة هي البيانات. الوسيلة هي البيانات. هذه. تمام؟ يبقى الداتا سيتس اللي صارت متوفرة ممكن نعتبرها انه هي عبارة عن الخبرة المتراكمة اللي بدها الماشين انه انت تخليها تمر عليها وتبدا تتعلم. يبقى المطلوب منا في الماشين ليرنينج انه احنا نطور خوارزميات تقدر انه هي تطلع على البيانات، ومن البيانات هذه تقدر انه هي تتعلم نمط معين او توجد يعني حل لمشكلة معينة. تمام. فبالتالي البيانات هذه عادة انه في الماشين ليرنينج بروسيس انه احنا بناخدها، بتكون انا عندي المصطلح هذا دائما ستاندرد احنا عندنا في الماشين ليرنينج، انه الاكس هذا عباره عن الانبوت والواي هو عباره عن التارجت تبعك. تمام. يعني على سبيل المثال انه انت عندك التويتات بدك تجمع منها فيتشرز، هذه بدك تعتبرها الاكسز تبعتك اللي هي اكس 1 اكس 2 اكس 3، والتارجت الواي اني بدك تصنف التويته هذه بوزيتيف او نيجاتيف. تمام. او تصنف انه البيرسون هذا حيشتري من المتجر تبعي او مش حيشتري، انه باي بتساوي يس او باي بتساوي نو، هذا التارجت انا عندي. تمام. طيب الان في عندنا مبدا في الماشين ليرنينج انه لازم انه يتم تقسيم البيانات لاجزاء بغض النظر عن النسبه 70 30 20 80 90 10، بغض النظر، بس المبدا انه لازم يصير تنقسم البيانات. ليش؟ عشان الماشين اللي بدي اياها تتعلم بديش اياها تغش. ايش الفائده انه انا اجي ادرسك على 10 مسائل رياضيات واروح اختبرك فيهم هم نفسهم؟ هل انا قصد قدرتك على التعلم في الرياضيات؟ لا، بجيب لك مسألة جديدة. تمام. انت حافظ بتكون مش فاهم، بجيب لك مسألة جديدة في الرياضيات نمطها شبيه بهتلاك، يفترض يكون في عندك القدرة على التفكير وانه تحل هاي المسائل. وهذا هذا المبدأ احنا عندنا في الماشين ليرنينج، انه انت تقسم البيانات هذا شيء ضروري عشان الموديل فاليديتي اللي انت بتبنيه انه يكون والله هذا الموديل فيش فيه غش، خلاص بقدر اقيس الدقة تبعته بشكل دقيق. تمام. والبيانات هذه متوفرة ولا مش متوفرة؟ متوفرة وبكثرة. ليش؟ لأنه أصغر شركة ناشئة حاليا صار في عندها بيانات كثيرة في العالم اللي احنا بنعيش فيه الآن، إنه أصغر شركة ناشئة صار في عندها بيانات كثيرة. وهذا الكلام راح تلاقيه في الفيديو اللي انا عملت لك له مشاركة، هتلاقي فعلا انه في بعض الجوبس بيقول لك انه احنا ستارت اب كمباني ومحتاجين كذا 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 كذا، هتلاقي انه في طلب كثير من الوظائف تبع الداتا ساينتست خصوصا من جهة الستارت اب كمباني او الشركات الناشئة. طيب نيجي الان للماشين ليرنينج، بدنا نقسمه لاجزاء. انا في عندي كلاسيكال ماشين ليرنينج، ري انفورسمنت، ان سمبل ميثودز، والديب ليرنينج. اربع تقسيمات رئيسيه ماشين ليرنينج، اربع تقسيمات رئيسيه. ايش هما؟ كلاسيكال هنشوفه اليوم الكلاسيكال. في انا عندي الان سمبل، ري انفورسمنت، والديب ليرنينج. ديب ليرنينج احنا اعطينا فكره مبسطه عنه، انه هي عباره عن نيورال نتورك كبيره
والفائدة تبعتها شغلتين، انه لما تكتر البيانات اكثر ممكن يكون في تحسن في الاداء. في الكلاسيكال هذا الكلام مش موجود. الشغله الثانيه الفيتشر اكستراكشن، موضوع الفيتشر اكستراكشن. في الكلاسيكال لازم انت تطلع الفيتشر، لكن هنا لوحده بيستخرج الفيتشر. تمام. الانسمبل ميثودز، ايش الانسمبل ميثودز؟ انه انت فعليا بتستخدم اكثر من موديل لحل بروبلم واحده لتحسين الاداء. تمام. reinforcement learning طريقه التعليم فيه بتكون مختلفه، انه انت بتعلمه على حسب الثواب والعقاب. يعني فعليا هو بتعلم لوحده مش انت بتعلمه، والموضوع مش زي موضوع انه supervised والunsupervised. لا، supervised والunsupervised انا عندي في الكلاسيكال. supervised انا باجي بديله مجموعه صور، تمام، وبكون مديله ليبل لكل صوره انه هذه كات وهذه دوغ. الان سوبرفايزد برضه بديله الصور، وبناء على التشابهات اللي موجوده في الصور يفترض لحاله يحط الكاتس لحال والدوغز لحال. تمام. هذا الكلاسيكال. الرينفورسمنت وضعيه التعليم فيه مختلفه، لا بديله بيانات ولا بديله labels. ايش بديله؟ بديله سياسات، والسياسات هذه بيستكشفها لوحده. كيف يعني؟ انا روبوت موجود في هذه الغرفة والمطلوب مني ان انا اتعلم، تمام، عشان احقق جول معين. وفي انا عندي مجموعة من الاكشنز، set of actions، 10 actions لنفترض. ايش الاكشنز هذه؟ لنفترض انه هذه حاجه سخنه، تمام، وفي انا عندي اكشن ان انا امسكها او ما امسكهاش. وفي عندي اكشن ثاني انه انا اشرح. وفي عندي اكشن ثالث انه انا اشرب ميه. وفي عندي اكشن رابع انه انا اكتب كود، الى اخره، الى اخر العشرة اكشنز. كيف انا بتعلم؟ بروح بجرب هدول الاكشنز بشكل عشوائي. رحت جربت الاكشن تبع شرب الميه، لقيت انه انا صرت يعني انه وضعي احسن، فبروح بعرف انه الاكشن هذا كويس وانا ممكن اسويه ثاني. رحت على الاكشن انه انا امسك هذه الحاجه السخنه، لقيت انه ايدي اتضررت، رحت لحالي سحبت ايدي، تمام، ومره ثانيه مش حسوي الاكشن هذا. ليش؟ لانه تعاقبت عليه. بروح الاكشن الثالث انه انا مثلا اشرح، بلاقي انه في الشرح انه الجول انه انتم مثلا استوعبتوا، علاماتكم في الامتحان زادت. اكشن غير هيك انه انا بكتب كود، الكود برضه بيساعدكم ان انتم تستوعبوا، بزود علاماتكم انه انتم تشرحوا. فصير انه انا بزود، بجرب كومباينيشنز، انه انا اشرح لكم بس ولا اكتب كود بس، ولا اشرح واكتب كود. هذه هنا قديش متوسط علاماتكم، هنا قديش متوسط علاماتكم، هنا قديش متوسط علاماتكم. فبالتالي انا بكون حاطط جول معين، انه الهدف تبعي انه في هذه الدوره انه انتم تحصلوا فلوس. عاده الرينفورسمنت ليرنينج انت بتحطه في بيئه محدده بتكون فيها الاكشنز محدوده، تمام، والسياسه فيها واضحه. تمام. فهاي الشغله، هذه طريقه ثانيه في التعلم. احنا ايش بدنا نبدا؟ راح نغطي ونركز في هذا الكورس على الكلاسيكال وعلى الانسمبل وعلى الديب ليرنينج. فهمتوا التصنيفات هذول الثلاثه؟ كلام مهم، كلام نظري، بحاول اخفف من النظري قدر الامكان، تمام، ولكن شيء مهم جدا انه انت تكون عارف الفروقات بين هدول الثلاث شغلات وايش اللي احنا حنركز عليه. يبقى حنركز على كلاسيكال وعلى الانسمبل وعلى بزر. الكلاسيكال زي ما اتفقنا فيه سوبرفايزد وان سوبرفايزد، وعرفنا الفرق بيناتهم. الانسمبل انه انا بستخدم اكثر من ماشين ليرنينج ميثود عشان انا احل بروبلم معينه لتحسين الاداء، لانه عاده يعني احيانا في الكلاسيكال
انه بيكون عندي الاداء مش كتير، فبدي طريقه انه انا يعني ارفع الاداء. فروح بروح ايش بسوي؟ بستخدم اكثر من طريقه، بدمجهم مع بعض وبستخدم الانسمبل. الديب ليرنينج هو ترند حاليا، تمام، والفائده تبعته انه مع كميه البيانات الكبيره ممكن يجيب لك اداء كتير ممتاز. تمام. كلاسيكال. نعم. طيب نيجي للكلاسيكال. حكينا انه سوبرفايز وان سوبرفايز. فالسوبرفايز ايش فينا عندي؟ كلاسيفيكيشن وريجريشن. ايش الفرق بيناتهم؟ في الكلاسيفيكيشن بيكون عندك الكلاس ليبل عباره عن كاتيجوري، فئات. زي ايش مثلا؟ حيشتري او مش حيشتري، تمام، او مثلا انه هذه الصوره عباره عن كات او دوغ او هورس، ثلاث فئات. اما الريجريشن بيكون التارجت تبعك عباره عن نمبرز، هذه بتكون فئات وهاي بيكون نمبرز. زي ايش مثلا؟ بدك تتنبأ مثلا بسعر السهم، بدك تتنبأ مثلا ب الجي بي اي اللي حيحصله الطالب، بدك تتنبأ مثلا ب كميه الامطار، سعر الدولار، سعر البيتكوين، تمام. فهنا هذا في ميثودز خاصه لما يكون انت عندك التارجت عباره عن نمبرز، وهذه في عندك ميثود خاصه لما يكون التارجت عندك كلاس. وهذا الكلام بيكون على حسب التاسك اللي بتجي لك. يجي لك كاستمر بيقول لك والله بدي اياك تتنبأ لي بسعر البيتكوين، ساعتها خلاص بتركز تستخدم هذه الميثود. ما بينفع انه انت تستخدم هاي الميثود اللي هنا، خلاص بتركز تركيزك انه انت تستخدم هذه الميثود اللي هو اللينير ريجريشن والبولينوميال ريجريشن، تمام. اما في الكلاسيفيكيشن في انت عندك عده ميثودز اللي هو الكي ان ان، النايف بايس، سبورت فيكتور ماشين، ديسيجن تريز، حنجيهم الان، تمام. نيجي للان سوبرفايزد. الان سوبرفايزد في عندي ثلاث شغلات: كلاسترنج، تجميع، بجمع لك البيانات اللي بتشبه بعض بحط لك اياهم في كلاستر واحد، في مجموعه واحده، تمام. الباترن سيرش انه انت بتدور على انماط انت عندك في الداتا سيت. وهذه الشغله مرات السوبر ماركت عندكم اللي جنب بيتكم بيسوي هاي الشغله. لما تروح تشتري منه على سبيل المثال حليب وزبده، بروح بقول لك اه هذا اكيد بيشتري حليب وزبده، اكيد بده يعمل كيكه. طبعا هو كيف هذا الكلام انه هو عمله؟ طبعا انه نمط معين، انت كل ما تشتري نسكافيه بتشتري معاه مبيض. فهذه الشغلات انه زي المتلازمه، انه هي بتتكرر، انه نمط زي هيك، تمام. وهذه على فكره مستخدمه في الريكومنديشن، انه انت اشتريت شغله معينه، اغلب الكاستمرز اللي اشتروا هاي الشغله بيشتروا معاها كذا، فبروح بيطلع لك اياها من ضمن الريكومنديشن عشان يعمل بوست للمبيعات تبعته. بالضبط، ممكن يرتبهم في سوبر ماركت في نفس المكان. الدايمنشناليتي ريدكشن انه انت في عندك الدايمنشن تبع البيانات اللي هو عدد الكولومز، تمام، والسايز تبع الداتا سيت عدد الروز. في بعض الاحيان احنا بدنا لارج داتا سيت، احنا بدنا عدد السجلات يكون كبير عشان انه كل ما كانت اكثر كل ما كان انه بتعلم احسن. لكن الأعمدة مرات أنت بتكون في عندك problems، في عندك 11,000 dimension، في عندك مليون dimension، بتكون it's very complex للmachine learning algorithm إنه هو يقدر يتعامل مع هذا العدد الهائل من الأعمدة أو الattributes أو الفيتشرز. فإيش الحل؟ نختصرهم، نعملهم reduction. بدل ما يكونوا 100,000 بروح مختار 10,000. طبعا طريقة الاختيار
ايش ال 10,000 اللي اختارهم؟ هذا بيجي من ضمن موضوع الدايمنشنالتي ريدكشن. والميثودز هنا كثيره، تي اس ان اي، بي سي اي، برنسبل كومبوننت اناليسيس، ال اس اي، لاتنت سيمانتيك اناليسيس، اس في دي، سنجولار فاليو ديكومبوزيشن. ميثودز كثيره، لا مش عشوائي، ميثودز انه بتختار انه افضل 10,000، بتشوف تاثير كل اتريبيوت على الكلاس ليبل بالضبط، فبترتبهم بتعملهم سورت حسب انه معامل التاثير تبعه، وبتختار اعلى 10,000. صحيح، بس انت متى ما عملتهم مره واحده خلاص انت عندك يعني البروبلم اللي انت بتشتغل فيها خلاص، حددت هدول ال 10,000، بعد هيك لما تيجي تشتغل خلاص بتطلعش على شيء بقى. هذه شغله. الشغله الثانيه، في ممكن انت تعمل ترانسفورميشن من سبيس لسبيس ثاني، والسبيس الجديد بيكون الدايمنشنز فيه اقل، والترانسفورميشن هذا فيه له اساس رياضي، فبالتالي انت بتفقدش شيء، ولكن انه صار بروجكشن من سبيس لسبيس جديد. تمام، يبقى الانسوبرفايزد ثلاث شغلات: كلاسترنج، تجميع السجلات المتشابهه، حنشوف كيف انه ما بيقدر يحدد انه هذا بيشبه هذا، تمام، مع بعض، و الباترن سيرش و الدايمنشناليتي ريدكشن. تمام، خلاص وضحت الخريطه تبعت الماشين ليرنينج. طيب نيجي لواحدة من الميثودز، بديش انا اخذ لك بشكل رياضي فيها كتير، تمام، بس هحكي لك الفكرة تبعتها بشكل اساسي. طبعا هذه المعادلة تبعت نايف بايزيان. الفكرة لو كانت انا عندي داتا ست زي هيك، وهي التارجت تبعي، انه داتا ست هذه انه الاوتلوك والتمبريتشر والهيوميديتي والويندي، والتارجت تبعي انه بناء على هدول الاتريبيوت بدي احدد انه العب جولف او لا. تمام، بناء على الداتا سيت هذه ممكن يعني اروح باتجاه الاستاتستكس، انه بدي اشوف قديش من المرات انه كانت الاوتلوك ريني وكان انه البلاي بتساوي يس. probability، بس بديش اخذ بس وان اتريبيوت، بدي اخذ جوينت probability للاتريبيوتس هذول كلهم، وهذا هو مبدا البيزيان. تمام، فهنا بيورجي لك انه هو كيف بحسب البروبابيليتي انه الاوتلوك، انت في عندك ثلاث فئات: ساني، اوفركاست، ريني. انه انت لعبت خمس مرات كانوا لما يعني لعبت مرتين انه كانوا ريني، وثلاث مرات انه كانت نو، زي هيك. وبناء على هذا الكلام انت تروح طلعت probability، وبيجي لك اكزامبل جديد بناء على البروبابيلتي هذه، بتروح بتحدد انه يس طلعت عندك 0.2 ونو طلعت عندك 0.8، فبالتالي مين البروبابيلتي الاعلى؟ ال 0.8. هذا البيزيان باختصار شديد جدا جدا جدا. تمام، في عندك كذلك الكيانات. ايش فكرة تبعته؟ الفكرة تبعته انه انت بدك تعمل حدا بسموه ليزي كلاسيفاير. ليش بسموه ليزي كلاسيفاير؟ لانه كل الالجوريثمز انه هي فعلا بتتعلم، وبعديها انه انت بتيجي تستخدمها في البريدكشن او في الكلاسيفيكيشن، ما عدا هذا كسلان، بيجي يتعلم متى؟ اذا طلبت منه كلاسيفيكيشن. ايش بروح بيسوي؟ قلت له انه هذا الاوبجكت ايش التصنيف تبعه؟ بروح بدور في كل الداتا سيت كينرست نيبر. الكينرست نيبر بتكون هذا الكي انت بتحدده، هذا باراميتر في الالجوريثم، لنفترض انه احنا حددناها 7، بروح بدور على اقرب 7 عناصر في الداتا سيت تبعتي بتشبه هذا العنصر.
تمام، بروح بشوف ايش التصنيف تبعهم وبقول انه التصنيف تبع هذا الجديد انه بيكون بيشبه التصنيف تبع الاغلبيه من السبعه هذول. وضحت الكيانان. Decision tree. Decision tree مهمة جدا لأنه احنا حناخد ميثود حتتكرر معنا باستمرار اللي هي الراندوم فورست. الراندوم فورست انه انت عندك tree of trees فلازم تكون فاهم ال decision tree. ايش ال decision tree؟ انه نفس الداتا سيت هذه تبعت الجولف تمام؟ ايش بروح بسوي؟ بروح بقسمها لسب تيبلز، هذه تيبل داتا سيت، هذه تيبل، بروح بقسمها لسب تيبل. يعني على سبيل المثال لو انا بدي اقسم على الاوتلوك، كم فئه في الاوتلوك؟ ثلاث فئات اللي هو صني اوفر كاست تريني. بروح باخذ هنا كل السجلات اللي فيها الاوتلوك صني، هيو شايف صني 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 صني، وبقيه الاتريبيوت هيو بياخذ قيم مختلفه. وهنا نفس الشيء، وهنا نفس الشيء، هيو شايف اوفركاست كله، وهنا ريني بهذا الشكل، تمام؟ يعني بدل بالمشين مثلا على الداتا سيت الموجوده عندي وانا اخر شيء بدي اعمله الشخص مثلا تاعي من دين طرف. كمان مره بدل الآلة مثلا على الداتا سيت اللي عندي على الجدول تاع المعطيات واخر شيء بدي انبوت شخصي مثلا. هذا بشكل عام بس طريقة التدريب مختلفة من الجوريثم لالجوريثم ثاني. نايف بيزيان على اي اساس بيشتغل؟ statistical probability. بالضبط بشوف انه قديش البروبابيلتي انه يكون يس وقديش يكون نو، لقى انه النو اعلى بوينت 8 مقابل بوينت 2، فقال لك انه خلاص انه البريدكشن تبعي او الكلاسيفيكيشن الجديد تبعي للجزام الجديد كان كذا. الكي نيرست نيبر ايش حكينا بيسوي؟ بروح بجيب اقرب سبعه وبروح بشوف ايش الكلاس تبعهم وبقول بشوف مين الكلاس الغالب الاغلبيه يعني، وبروح بدي نفس الفئه هذه للاوبجكت الجديد اللي انت جبته. الان الديسيجن تري مختلف. الديسيجن تري مختلف، ايش بروح بسوي؟ بروح بتطلع على الاتريبيوتس تمام؟ وبروح بعمل سب تيبلز. يعني راح اطلع على الاوتلوك، راح قسمه بهاي الطريقة. بعديها بروح بتطلع على تمبريتشر. ايش فينا عندي في التمبريتشر؟ كم كاتيجوري؟ اللي هو مايلد وكول وهوت. برضه بروح بقسم ثلاثة تيبلز. والهيوميديتي برضه بروح بقسم. والويندي برضه بروح بقسم تمام. بعديها بروح بقيس لكل اتريبيوت حاجه اسمها الانتروبي. تمام، الكلاس اللي له انتروبي اقل، عفوا الاتريبيوت اللي له انتروبي اقل هو اللي بحطه انا عندي روت نود في الديسيجن تري. هذا معاه قلم. انا عندي كلاس اي عفوا الاتريبيوت تي 1 تي 2 تي 3 تمام. او خلينا مثلا نعوض على هذا المصطلح نعوضه. يعني هاي في مقر، هاي في مقر 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 في مق
مسحش يمكن يكون بحكم قوي الصناعة جيد مسيح انه الشجره النهائيه اللي بناها هاي هنا إذا كان الأوتلوك ريني ساعتها بدي أطلع على الأتريبيوت تاني. إيش هو الأتريبيوت هذا؟ اللي هو الرطوبة. إيش هنا نحكي عليه في الرطوبة؟ شغلتين اللي هو النورمال وهاي. إذا كان هاي يبقى الدين مساوي نو، وإذا كانت نورمال يبقى الدين مساوي يس. فبالتالي إجابتك يعني اوبجكت جديد وبدك تصنف وبتروح انه انت بتتبع على الشجره هذه بناء على القيم تبعها. قلت لك والله انا عندي اليوم وضع الاوتلوك انا عندي سوني، بلاش سوني، طب على ايش بدي اساله بعديها؟ على البندي. كيف وضع الايه هذا عندك؟ في ليه ولا ما فيش ليه؟ لا ايوه جاوب ساكت ما فيش ليه، لان هنا فورس فبالتالي بدي اساوي يس. فهي البريدكت مود سبيسيفيكيشن تبع البورد بناء على هذا الشيء. ثاني سؤال الشجره هذه كيف بدي ابنيها؟ تمام؟ بيكون بناء على الانتروبي. الانتروبي او اي انفورميشن جيم ثاني او بحسب الانتروبي لمس واحد لمس اثنين ولمس ثلاثه. الاعلى بروح بحطها في الرطوبه. بنفرض انه لمس ثلاثه هي اللي عندي طلعت على 20 وروح احط ثلاثة هنا بطلع عندي سب تيبل هنا سب تيبل وهنا سب تيبل زي ما شفنا هنا زي ما شفنا فوق في الاول تمام هاي ثلاثة سب تيبلز وروح بستخدم هذا الاتريبيوت إذا ظل أنا عندي حلو وبالتالي X3 راح أنا عندي من الحسبة إذا ظل أنا عندي حلو
تروح تطبق عليهم نفس الحسبه. انا بستنى الاكس 3 وبروح بحسب الانتروبي، والانتروبي الاعلى بروح بختاره اللي انا بتاخد عليه وهكذا. تمام؟ فبالتالي هاي فكره الديسيجن تري. واضحه؟ واضحه يا جماعه؟ ولا نص نص؟ في شيء مش واضح؟ مش واضح صح؟ واضحة؟ تمام، الفكرة بصورة عامة واضحة. طيب السبورت فيكتور ماشينز، ايش المبدأ تبعه؟ المبدأ تبعه بده يوجد هايبر بلين يفصل بين البوينتس. انه انا عندي النقاط، انا عندي موجودة في السبيس، تمام؟ انه بده يوجد الهايبر بلين اللي بيفصل النقاط هدول بحيث انه تكون كل واحدة في كلاس لحالها. تمام؟ فهو فعليا في التريننج ايش بروح بيسوي؟ انه هذا اللاين اتجاهه زي هيك، طب لو زاحوا زي هيك قديش بتكون قيمة الايرور؟ لو زاحوا زي هيك قديش بتكون قيمة الايرور؟ بضلوا يعمل له ادجستمنت لغاية لما نجيب اقل ايرور. ماشين ليرنينج زي موضوع المشي والعضلات، انه شوف لي الايرور، شوف لي انه انا قديش بقع، لا زود قوة العضلة شوية، لا ارخي العضلة شوية، بحيث انه انت تحفظ التوازن تبعك. تمام؟ هل الديسيجن تري ريجريشن انه بيكون انا عندي الكلاس عباره عن النيوميريك نفسها؟ لا، هنا التارجت تبعي الاورز، بلاينج اورز، اورز بلايد تكون التارجت تبعتي. فنفس الفكره بس التارجت تبعي ما دام ريجريشن، وين ما تشوف ريجريشن. عليكم السلام. الساعه 2 بتخلص صح؟ نعم. على الساعه 2 بيجي على الساعة 2 بيجي ايش؟ بالضبط. تمام ماشي. تمام؟ وين ما تشوف فيه ريجريشن بيكون انت التارجت تبعك الكلاس تبعك النيوميريك. بخصوص الراندوم فورست، الفكرة تبعته ببساطة، انت عندك الداتا ست زي هيك، بروح بقسمها لأجزاء، وكل جزء بروح ببني له تري لحال. طب والاكزامبل الجديد اللي بيجي بروح بمرره على كل التريز هذه، وبروح باخذ الافرج تبع البريدكشن تبعك. لو كان البريدكشن عندك نيوميريك بروح باخذ الافرج تبعه، ولو كان عبارة عن كاتيجوري بروح باخذ الماجوريتي. تمام؟ كيف؟ اكثر من شجره، واكثر من شجره هذه من وين بتجيبها؟ بناء انه انت بتقسم الداتا سيت انت عندك لسب سيتس. تمام؟ هذا كله اللي شرحت لك اياه كله سوبرفايزد. تمام؟ في الان سوبرفايزد في عندك الكي مين كلاسترنج. الوظيفة تبعته ان انا على ايش حد قاعد من كان يعني مش يعني كذا واحد ان انا على ايش على حسب التاسك اللي موجودة عندك. يعني التاسك اللي موجودة عندك على سبيل المثال بيجي لك الكاستمر بيقول لك انه بدي اياك تعمل لي بريدكشن لكذا، هو بيكون طالب. تمام؟ فبالتالي انه خلاص انت بتروح باتجاه الكلاسيفيكيشن مش الكلاسترنج. انت هيك سؤالك ولا سؤالك انه ايش الاتريبيوت اللي انا اعمل عليه بريدكشن؟ لا مش الاتريبيوت، يعني الميثود اللي مش اللي هي الموديل اللي انا مش عليه مثلا سبورت فيكتور ماشين ولا سؤال كويس ولا اي موديل. بعض الالجوريثمز تشتغل على بعض الدومينز احسن من الالجوريثمز الثانيه، ولكن
هذا الاشي بده انه انت تختبره اكسبيرمنتالي عشان تقول والله الميثود الفلانية احسن اشي. كيف؟ مستمع. ما في مستحيل ان انا اقول لك والله الميثود الفلانية هي احسن ميثود. مستحيل. مفعش. مفعش. صحيح. وفعليا انت بتجرب كذا الجوريثم تمام وبتجيب انه والله هذا جاب 98% هذا جاب 70% هذا جاب 60% خلاص بتقول انه هذا الميثود او هذه الالجوريثم جاب لك نتائج افضل فبتعتمده هو. بس مش حتجرب كل يعني في عينك كذا واحد هم يعني العين عليهم هذول اجربهم واختارهم. صح؟ صحيح صحيح. يعني انت عندك على سبيل المثال ال 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 النايف هاي الميثود هذه it's very simple وبتدي نتائج كتير ممتازة ممتازة تمام. وفي ميثود ثانية أعقد منها بكتير ممكن تجيب نتائج أحسن منها شوي فبالتالي هاي ممكن انه تاخدها بعين الاعتبار انه انت تتطلع عليها في حال انه يعني انه انت بدك تقارن الاداء او انت اذا بدك شغلة سريعة وانه تشوف كيف النتائج بشكل اولي. وهذا كلام انا قرأته في كتاب هحط لكم برضو مرجع للكتب لبعض الكتب اذا انت بدك يعني انه انت تحتاج انه انت تتبحر فيها وتتوسع فيها فحد يعني حدي لك مجموعه من الكتب انه انت تقراها. في الكتاب فعلا حكي انه فعليا الساينتستس بيحاولوا انه هم يعملوا روبست الجوريثم وبيضيفوا تعقيدات وبيضيفوا اضافات ومعادلات رياضيه وفي الاخير بروحوا بيكتشفوا انه النايف بايس انه هو بالبساطه تبعته بيشتغل بشكل مدهش والامبروفمنت اللي عملوها في الميدل في الميثودز المعقده مش كتير سيجنيفيكانت. فهذا الموديل انه كتير ممتاز انه انت تطلع عليه. الديسيجن 3 تشتغلش كويس في الهاي دايمنشنال يعني تقريبا ما فيش حدا الان بيستخدم ديسيجن 3. انا اديتك اياها عشان موضوع الراندوم فورست. الراندوم فورست الان مستخدمه على نطاق واسع زي ما هنشوف على الاكسرسايزز تبعت الكاجل بتجيب لك نتائج نوعا ما انه هي كويسه بس انت مش هتفهمها غير لما تفهم الديسيجن 3. الديسيجن 3 لوحدها على الهاي دايمنشنال داتا ادائها سيء تمام. السبورت فيكتور ماشين انه ات از بروفد انه البرفورمانس تبعه روبست في كتير من الدومين زي الايمجز زي الاستراكشر داتا سيت بس كان هذا الاشي لفتره محدوده وبعد هيك طلعت الجوريثمز ثانيه افضل منه تمام. الان التوجه كله باتجاه الديب ليرنينج لكن هذا لا يمنع انه انت تستخدم بعض الميثودز اللي موجوده في الكلاسيكال ماشين ليرنينج انه بتكون كتير ممتازه تمام. الان الكلاسترينج هذا عن سوبرفايز بس متى تستخدمه؟ لما ايش في مرحله استكشاف البيانات يعني انت اجتك بيانات من دومين عمروش مر عليك بالمره تمام ومحتاج انه انت تتعرف على ايش الانماط اللي موجوده في البيانات هذه او ايش التجميعات. يعني انا الطلاب الجامعه هذول كلهم لو قسمتهم على مجموعات ايش ممكن تكون المجموعات هذه؟ ما تقوليش انه حسب السكن او حسب كذا او حسب كذا لا هذا تصنيف انه انت SQL فيش فيه ماشين ليرنينج. لكن انا بدي الطلاب اللي بيشبهوا بعض كل الطلاب اللي بيلبسوا نظارة مثلا وساكنين في المنطقة الفلانية واللي بدرسوا تخصصات معينة ففي بتلاقي أنماط بروح بجمع لك إياهم تجميعة واحدة زي هيك
فبروح انه انا بس باجي بستكشف، بقول لك والله في الجامعه احنا في عندنا 5 كلاسترز. الكلاستر الاول الطلاب من نوعيه كذا 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 كذا، هي الاتريبيوتس تبعتهم، بسمي لك كل الاتريبيوتس تبعتهم. انا لما اجيت على الجامعه ما كنتش عارف الانماط تبعت الطلاب هذول، يعني كداتا ست تبعت الجامعه، تمام. لكن بعد ما انه اجتك البيانات وتعرفت عليها، صرت عارف ايش هي انماط الطلاب اللي موجودين عندي. كيف تعرفها؟ بالكلاسترينج، تمام. هذه شغله. الشغله الثانيه انه على سبيل المثال ان انت بتكون مش عارف ايش التارجت المطلوب منك، او انه هي مش مقسمه لفئات. ف لنفترض مثلا انه انت عندك على سبيل المثال بدك تجيب لي كل الاخبار اللي بتحكي عن موضوع معين، فبالتالي الكلاستر تبعك، لانه الكلاستر برضه هيراكي، يعني الوحده اصغر وحده ممكن تكون هي عباره عن الموضوع، تمام، او الخبر نفسه. وممكن انت تقول بدي كل، يعني انا بدي كل الاخبار اللي بتحكي عن الحادث اللي تعرض له مايكل شوماخر، هذا حدث معين. وممكن تقول انه انا بدي كل الاخبار اللي بتحكي عن الرياضه، فهذا كلاستر صغير وهذا كلاستر كبير. فممكن انه انت تفكر برضه في الموضوع انه كلاسترز اوف كلاسترز زي هيك. فهذه كثير مفيده انت عندك في استكشاف وتجميع البيانات، حتفيدك انه انت ممكن تلجا لها في عده في مراحل معينه انت عندك في الشغل. ف الاجابه هذه انا برضه اللي اعطيتك اياها ما بعتبرها انه هي كافيه، لانه هذه ارت اكثر ما انه هي ساينس، هي فن، فنيات بتحتاج انه انت تتمرس في الموضوع اكثر ما انه علم. اجي اقول لك انه والله واحد زائد اذا كان كذا يبقى كذا، اذا كان كذا بيبقى كذا. اكيد صحيح في جانب في هذا الموضوع، ولكن الملخص انه البيزيان طريقه انه كثير ممتازه انه انت تجربها مع الجورثمز الثانيه. الكي ان ان حكيت لك مشكلته انه هو ليزي، تمام. الديسيجن تري ما حدش بيستخدمها حاليا، لانه الاداه تبعها مش كتير، يعني ممكن الاعتماد عليه في الهاي دايمنشنال داتا، تمام. الراندوم فورست مستخدمه في الكلاسيكال ماشين ليرنينج على، يعني في هذه الايام على نطاق واسع، فبالتالي لازم انه انت تطلع عليها. في انت عندك الفئه الثانيه من الالجوريثمز او الميثودز لسه ما حكيناش عنها، اللي هي النيورال نتورك والديب نيورال نتورك، اللي هي الترند موجوده حاليا لسه ما حكيناش عنها، بس تتعرف عليها بتصير انه انت توازن انه والله يعني اجرب واقطع شوط طويل وابذل مجهود كبير في ديب ليرنينج انه ابني موديل، ولا ابني موديل على السريع باستخدام بيزيان، حسب التاسك وحسب البروبلم وحسب السايز تبع الداتا سيت. لو كان عندك سايز تبع الداتا سيت بالالافات ما بينفع تستخدم عليه ماشي يعني ديب ليرنينج، لانه الديب ليرنينج راح تلاقي اداؤه على الداتا سيت الصغيره اداؤه سيء، بده داتا سيت كبيره فعلا عشان يكون البرفورمانس تبعه كتير كويس، تمام. فبالتالي اذا كانت الداتا سيت تبعتك مثلا 1000 2000 بتروح باتجاه الكلاسيكال المناسب، كانت اكبر من هيك بتروح باتجاه الديب ليرنينج. وهنا بالمناسبه بعرفش هذه انا حطيت لها ما يعني محطوطه انا عندي هنا ولا لا، هجيب لك اياها من المدونه الاصليه لانه السؤال كثير مهم. ماشين ليرنينج فور ايفري ون، نسيت احط لكم اللينك، بس ممكن انت تجيب اللينك انت عندك من جوجل، تكتب ماشين ليرنينج فور ايفري ون، اطلع لي وين على هاي سيمبل داتا كلير فيتشرز، ساعتها بتروح على الكلاسيكال. خلاص توجعش راسك، استخدم اتليست
two or three methods من الكلاسيكال، طريقتين ثلاثة. عمرك إيش تجرب طريقة واحدة وخلاص، بدك تجرب طريقتين أو ثلاثة، بتقارن الأداء وساعتها بتختار واحدة. لازم اكسبيرمنتالي، فيش حاجة إنه أنت عندك يعني حكم مسبق، والله الطريقة الفلانية هي الأفضل. يمكن الطريقة الفلانية أنت الباراميتر تونينج تبعها ما عملتش تونينج صح. بس هذا موضوع الباراميتر تونينج درس منفصل عنه. إنه أنت تضبط يعني الباراميترز تبعت الألجوريثم عشان ترفع أداء. تمام؟ طيب. إذا كانت الكواليتي تبعت ال ال هنا في عندي شو اسمه no data، تمام، ولكن في عندنا environment نتفاعل معها، ساعتها بتروح باتجاه reinforcement زي ما شرحت لك ووصفت لك المثال. انت عندك environment وفي عندك set of actions، تمام، فساعتها انه خليه يجرب لوحده بشكل عشوائي ومن التجربة تبعته بروح بيفهم بتعلم، ما فيش بيانات. تمام. الخيار الثالث انه when equality is a real problem، في هذه الحالة ممكن تروح باتجاه الانسمبل ميثودز زي الراندوم فورست، يعني اني احط كذا كذا كذا، تعمل كومباين كومباين لاكثر من ميثود بحيث انه انت تحسن الاداء، لانه هذه عبارة عن real problem وبدك تستخدمها في البرودكشن سيستم. برودكشن سيستم يعني بدك تحطها انه هذا موديل في مصنع بيصنف لك انه هذا القطعه من الحديد فيها ديفكت ولا لا. بدك تستخدم كمبيوتر فيجن سيستم في مصنع السيارات، ومصنع السيارات بمر عليه موجود عليه في 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 السير، بمر عليه قطع الحديد اللي بنصنع منها السيارات، والوظيفة تبعتك انه انت تفحص انه القطع الستيل اللي فيها ديفكت تستبعدها. هذه ممكن تستخدم فيها انسمبل ميثود، ما تعتمدش على السمبل او الكلاسيكال ماشين ليرنينج. ليش؟ لانه الغلطة بحسابها. تمام. الان لقيت انه الانسمبل ما جابتلكش نتيجة كتير كويسة، ساعتها بتروح باتجاه الديب ليرنينج. تمام. الديب ليرنينج متى بتروح له؟ اذا كانت عندك كومبليكيتد داتا او الفيتشرز مش واضحه، ساعتها بتروح باتجاه الديب ليرنينج، لانه الفيت بالضبط لحاله بيطلع الفيتشرز وممكن يعمل اندرستاند للداتا، بس لازم الشرط يكون في عندك هيوج داتا سيت. داتا سيت صغيره اداؤه بيكون كتير سيء. ف والله هذا الموضوع في جدل، بس انا حسب قناعتي انه statistically انه بتقدرش انه تقول انه والله الداتا سيت انه ممكن تحدث عندك فرق، لازم تكون اتليست 10,000. معنى ذلك انه والله لو جبت لي داتا سيت 9,000 هقول لك لا ما تشتغلش ديب ليرنينج؟ لا، الموضوع مش هيك، بس الفكره انه عشان تقول انه statistical significance انه الفرق لازم يكون انت عندك 10,000. عشان اوضح لك الفكره، تخيل انه انت عندك داتا سيت فيها 500 اكزامبل، طبعا المصطلحات اللي انا بستخدمها اكزامبلز او رورز او ريكوردز كلها نفس الشيء، لانه تريننج باي اكزامبلز، لانه هو فعليا بتعلم انه من خلال الامثله. وفي عندك ميثود واحد جبت فيها على سبيل المثال 76.1، او خليني اقول لك اياها انه هي اصلا الاكيورسي انت عندك كفراكشن 76% اكيورسي. واروح اتعملت ميثود 2 وقلت انه والله جبت 3% ولا ما فيش significant؟ insignificant. ليش؟ لانه انت عندك الداتا سيت 500، بدل ما كان ما يغلط على سبيل المثال في 13 صار يغلط في 11،
تو اكزامبلز هذه انت جوانت الدنيا وقعدتها وتقول انه الميثود هذا احسن. لكن لما يكون 10,000 اكزامبل وتقول 76 ل 79 لا اتس ا هيوج ديفرنس انه في عدد الاكزامبلز اللي كان يغلط فيهم وصار يجيبهم صح. تمام؟ فعشان هيك انت بدك تشتغل خلي في بالك انه انت يعني تسنتر على داتا سيت حوالين ال 10,000 كان اكثر متوفر موجود كثير داتا سيت انه فوق ال 10,000 كان اكثر بيكون احسن. تمام؟ طيب نيجي للكلاسترينج. الكي مين ايش الفكره تبعته؟ الفكره تبعته انه انت بدك تدي اكزامبلز تمام ويروح بناء على الفيتشرز تبعتها الاتريبيوت تبعتها يحط اللي بتشبه بعض يحطها في نفس الشكل. بدنا نفترض انه هذه الغرفه او هذا المختبر بدنا نعمل كلاسترنج للاوبجكتس اللي موجوده فيه. ايش الاوبجكتس اللي موجوده حوالينا؟ لابتوبات. ايش في عندنا انواع لابتوبات؟ هاي في عندي ديل هنا، انت عندك اتش بي، ايش في كمان عندكم؟ لينوفو. الفيتشرز تبعتها مختلفه ولا مش مختلفه من ناحيه الوزن واللون وحجم الشاشه؟ مو بالضبط، لكن هو في النهايه بتشبه بعض، فبالتالي في الكلاسترنج بروح بتطلع على الفيتشرز من ناحيه ويت وكلر وسايز والسايز اللي هو الطول والعرض بالارتفاع. يفترض انه بعد ما يخلص الكلاسترنج تلاقي اللابتوبات كلهم مكومين محطوطين على صفحه. بعديها ايش راح ياخذ؟ الوصلات هذول الاشتيكرز مثلا. هاي في عندنا واحده اثنتين ثلاثه لونهم متشابه، السايز تبعتهم هادي على سبيل المثال اربعه. هادي اللي عندك هنا كلهم اربعات. تمام؟ في بزر وفي بدون زر. بس انه بيشبهوا بعض. ايش كمان؟ الكراسي بروح بحط لي اياهم على شقه. تمام؟ هاي في عندك كراسي مختلفه هنا. بس انه بيشبه بعض. الشناتي حياخذهم ويحطهم على شقه. فالشبه بيكون بناء على الاتريبيوتس زي هيك. تمام؟ فالشبه انه فعليا بروح بقيس الديستانس بين الاوبجكتس، بقيس الديستانس بين الاوبجكتس. معادلة الديستانس انا اعتقد في الكي ان ان موجودة، كانت ممكن تستخدم اي معادلة من هذول اللي هي اليوكليديان او المنهاتن او المينكوفسكي. هذه انه هي عبارة عن الاكس اي ماينس الواي اي سكوير تحت الجذر، هذه الابسوليوت، وهذه انه بتكون مرفوعة على قوة او جذر معين. تمام؟ فهو فعليا صحيح، يعني هذا ممكن استخدم معه بعض في بس ممكن انت يعني تستخدمه كمرحله وسيطه في بناء الموديل، وهذه هي الشطاره تيجي انت عندك لما يكون في عندك هنا بروبلم سولفينج. يعني على سبيل المثال اجتك بروبلم جربت فيها كل الخوارزميات في الدنيا مش ضبطة معها شيء، رحت ايش قلت؟ قلت بدي اعمل بايب لاين. ايش البايب لاين؟ المرحلة الأولى بدي اعمل كلاسترنج للداتا سيت. تمام؟ وبعديها بعد الكلاسترنج بدي اروح ابني موديل لكل كلاستر. يعني على سبيل المثال افترض انه افترض انه انا بدي اعمل سبيكر ايدنتيفيكيشن. تمام؟ انت عندك نبرات الصوت مختلفه حسب العمر
وحسب الجندر. فانت بتروح بتعمل كلاسترينج مثلا انه حسب العمر او حسب الجندر، تمام، وبعديها بناء على السب كلاستر هذا بتروح بتعمل سبيكر ايدنتيفيكيشن موديل خاص بالكلاستر هذا. يعني ايش السبيكر ايدنتيفيكيشن؟ انه انت لما تيجي حدا يحكي يقول اه هذا اللي بيحكي معتز، هذا اللي بيحكي محمد. فانت بتروح بتبني موديل للاطفال الصغار مثلا وموديل للادلت. ساعتها الكونفيوجن اللي كان موجود عند الموديل بين نبره الصوت تبع الكبار والصغار انه بيروح، وساعتها بيقدر انه اه يميز اه هذا الصوت بيشبه صوت فلان. لا، بيصير انه يركز اكثر على شغلات ثانيه، فيتشرز ثانيه اكثر من نفس الكلاستر. او ممكن انه انت تقسمهم ميل وفيميل، وساعتها انه بتقدر اه تحدد انه هذا اللي حكت مثلا سوسن ولا فاتن ولا هذا محمد ولا احمد. تمام. فانت بتكون تستخدمه في مرحله وسيطه. يبقى الكلاسترنج تعتمد على قياس المسافات بين الاوبجكتس. كيف بدي احدد انه الاوبجكت هذا بيشبه الاوبجكت هذا؟ انه انت بتقيس المسافات بيناتهم. وهنا الاكس والواي، هنا هي عباره عن الاكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4. يعني اكتب لك المعادله هذه هنا. هذا صح. هذا الاندكس تبع الاتريبيوت، تمام؟ وفوق بدي احط الاندكس تبع الاوبجكت. فبقول هنا انه تحت الجبل زي اكس 1 ناقص اكس 1 هذا الاكزامبل الاول وهذا الاكزامبل الثاني. هنا اذا تريبيوت اكس 1 2 زائد نفس الفكره اكس 2 ناقص اكس 2 هذا العمود الثاني. انت تحط تحت العمود الثاني والعمود الثاني، بس العمود الثاني من الاوبجيكت الاول والعمود الثاني من الاوبجيكت الثاني. تمام؟ هذا كلام بتحطه تحت الجدل بتقدر تحسب المسافه على الاتريبيوتس. هذه مهمه جدا انه انت تتخيلها بهذا الشكل، عشان هيك انت بقدر احدد انه هذا بيشبه هذا اكثر ولا بيشبه اوبجكت ثاني اكثر، والهدف انه تجميع اللي بيشبهوا بعض في كلاستر واحد. تمام؟ هيك تقريبا بنكون خلصنا يعني جزئيه الكلاسيكال ماشين ليرنينج. المحاضره الجايه ان شاء الله بدنا ندخل على منصه الكاجل وبدي اياك تروح هنا على كورسز تمام. هذه برضه مطلوب منك ان انت تخلص الاكسرسايزز اللي هنا، بس هاي جاي لك شويه شويه مراحل مراحل. تمام، لغايه يوم الاربعاء انت يفترض انه انت تكون محصل نجمتين في البروبلم سولفينج، نجمتين كويس ولا ثلاثه؟ واحده. اه 35 يعني خليهم تنتين وعلى حسب النقاط بحاسبك. يعني اقتح يعني ارمي حالك في الميه وحتتعلم سباحه. ايش التنتين فول مار؟ جمتين فول مار. وكيف شفنا على النجمتين ما هو هذا تيست دريفن ديفلوبمنت، وهذا يعني ترند يعني ما موجود من زمان. تمام، بعديها بدي اخليك تخلص هذه بالنسبه لك زي السلام عليك. هذه يفترض انه هذه ادي لك لمتى؟ هذه برضه ليوم الاربعاء البايثون، انه انت تكون مخلصه ليوم الاربعاء. تمام، المحاضره الجايه حنبدا ان شاء الله مع بعض الماشين ليرنينج ونشوف كيف احنا ممكن نبني موديلز ونعمل اكسبلوريشن للديتا ونبني اول موديل بالنسبه لنا. تمام، يعطيكم العافيه.